صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله ويا خير خلق الله يا محمد يا محمد ابن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون في المدينة، السلام على صاحب العلامة، السلام على المظلل بالغمامة، السلام على حلو الجهامة، السلام عليك يا سيد المرسلين ويا خير النبيين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام على وصيك أمير المؤمنين وابنتك سيدة نساء العالمين، السلام على السيدين الصبطين الحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. أتبكي على رسم بدارة فهمدي عفته الليالي فهو كالوشم في اليد، وتصبو إلى تذكار مسرح لذة وملعب أفراح لشاد وأغيد لك الويل، فعزب عن ضلالك واتخذ من الوجد سربالا لحزنين مجددين، فلست ترى يا والله ما عشت فادحا، فلست ترى يا والله ما عشت فادحا بأفجع من رزء النبي محمد، نعته إلى علياه علياء نفسه وعزى به التوحيد كل موحدين، وقال أناس ظل يهجر أحمد ونجم هوى ما ظل بل وحي مرشدي قضايا، فانقضت الشهب للثرى لتشييعه في بنت نعش وفرقدي، قضايا فقضت ما تشتهيه بآله عدي وتيم وهو غير موسدي، وقايا ما يعزيه إلى عالم السماء أخو الوحي في نوح الحمامين.
وكم غصص قد جر عيوه أقلها لا يشعل نارا في حشايا كل جايا المدي. وفاطمة بالبايايا بأسقط حمله بعصر شديد موجع عن تعايا أمه ولف عها ذاك الزنيم بلطمة على وجنة الخد الأسيلين ميوردي. يا ولي خلا منبر منه بناه بسيفه كما لم يخل متن الطرف منه بمشهدي لاسم الله على طولك يا جمال الهاشمية عالمغتسل ممدود يا خير البري يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله قبل تشيل خليت ودعاعية هذا الحسن مشعوب قلب انظري الحالة وهذا الشهيد حسين عبراته غسل والدي وين لي عمامه فوق المنابر ما حلى حلوي الجه قبل انتشيل خله تودع اليته منا بعد ما ترتجي إلى البيت وبهداي قلب جسم أبو إبراهيم بهداي وانت يا بن عباس بالهونيس كوب الماء المغتسل طوله شعبني وفتت تحشى ممرود قلبي وموحشة الدنيا ويلي تحفرون القبور واسعوا مكان وبهداي نزلوا جنازته وسفروا أجفاه وإله عز شال عنا ولا لفانا بعد النبي ما ريد هالدنيا ويلي تهيلون التراب شوف البيت خالي من محيا ولكن الأمر لله. قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم
ما أنت بنعمة ربك بمجنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من سورة القلم، وهي من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من السور المكية، هي بعد سورة العلق أو بعد الخمس الآيات من سورة العلق. أول ما نزل على رسول الله هو الخمس الآيات من سورة العلق، يعني من سورة اقرأ، الخمس الآيات الأولى مو كل السورة. بعد ذلك قيل نزلت سورة المزمل. السورة الثالثة التي نزلت هي سورة القلم التي نتحدث عنها. فهذه السورة تشير إلى جهاد النبي، إلى صفات النبي، إلى صراع النبي مع الكفر، وأيضا في نفس الوقت هي تعزي النبي، تسلي النبي بإزاء الاتهامات التي توجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا سوف نتدرج في عرض بعض الآيات من هذه السورة الكريمة التي تعطينا ملامح المرحلة الأولى من الهجرة، قبل الهجرة عفوا، من أيام بعثة النبي. بعثة النبي أيضا قبل الهجرة اتخذت شكلين، الشكل الأول شكل السر والكتمان، والشكل الثاني شكل الإعلان والإعلام أيضا بالنون والميم. هذان الشكلان اختلف، هل أن هذه السورة كانت من القسم الأول يعني مرحلة الكتمان من البعثة، أو أنها في مرحلة الإعلان الظهور والإعلام، إعلام الآخرين أيضا. فيقال أنها في الواقع الآيات الموجودة فيها كما سنطالع ونتأمل سنرى أنها تشير إلى مرحلة القسم الثاني، الإعلان يعني، ليس مرحلة الكتمان والإخفاء، وإنما مرحلة الذيوع والشيوع. ذلك أن فيها آيات تخاطب المشركين والتعامل معهم، وتخاطبهم تدعوهم إلى أن يتأملوا مثلا، إلى أن يتعاملوا مع رسول الله تعامل إنساني، تعامل قائم على الفطرة، قائم على الدليل، على البرهان، خطاب يعني للمشركين، فلا يكون الخطاب لهم وهو مخفي عنهم، لا بد أن يصل إليهم، يصل إليهم يعني مرحلة إعلام. زين، فإذا هذه السورة من أول السور التي نزلت على رسول الله، ونحن وإن تجاوزنا عن صدرها نون والقلم وما يسطرون، يعني الآيتان الأوليتان، لكن يعني لم نذكرهما في متن المجلس، ولكننا نريد أن نرجع إليهما لأن معنى الآية اللي احنا بدأنا بها مرتبط بهما أيضا. قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه الآية تنفي تهمة وجهت إلى رسول الله، وهي تهمة شنو؟ الجنون. والقرآن يعرض كثيرا هذا الأمر في آيات أخرى، قال على لسانهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وفي نفس هذه السورة يتعرض إلى المسألة مرتين، نفس سورة القلم إلى مسألة الجنون يتعرض في البداية وفي النهاية.
وإذا تذكرون احنا أشرنا إلى أن أحد علوم القرآن التي يعرف بها القرآن غير علم التفسير، هناك علم خاص وهو علم شنو؟ علم الربط الخاص بين فاتحة السورة وخاتمة السورة، وضربنا مثال سابقا. اليوم نستخدم هذا الأمر من دون أن نشير إلى مضمونه الذي عرضنا بعض ملامحه. لاحظ أن الآية الثالثة قالت، يعني هذه بداية السورة اللي هي فوق 50 آية، قال ما أنت بنعمة ربك بإيش؟ بمجنون. في آخر السورة أيضا لاحظ الربط بين الافتتاح وبين الاختتام، في الآية اللي قبل الأخيرة قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ما دام عرض رد الفرية والتهمة فلم يعد ما يرتبط برد تهمة الجنون. في آخر الآية قال أذكرك لكن أنا عرضت لك الدليل في بدايتها، قال صحيح وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. شنو يقولون عن هذا الذكر؟ يعني عن القرآن. ويقولون إنه، يعني صاحب الذكر، إنه لمجنون. هو في البداية قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قالوا أن النبي عند اختلال عقلي، والعياذ بالله من هذا الكلام. قالوا أن النبي ليس عنده نضج عقلي، ليس عنده حصافة في الفكر. فالقرآن رد عليهم، ما جاب التهمة هكذا، وإنما مباشرة شرع في الاستدلال على نفي ترهاتهم ونفي تلك الأفكار البعيدة عن الواقع. قال ما أنت بنعمة ربك بإيش؟ بمجنون. شلون؟ هذا يحتاج إلى معرفة تفسير الآية، وأعرض تفسيرين سريعا نعرف من خلالهما عمق الجواب. قالوا يا رسول الله أنت مجنون، كيف أجاب القرآن؟ القرآن ما خلاها تعبر. من ضمن الأماكن اللي أجاب فيها هذا المورد من الآية، قال هناك نعمة أنعمها الله على رسول الله، هذه النعمة هي نعمة النبوة. ما أنت بنعمتي يعني ما أنت بنبوتك، بسبب أنك نبي، بسبب أن عندك نبوة لن تكون مجنونا. إذن الباء في بنعمتي للسببية، وقد تكون للمصاحبة لكن المعنى الواضح هو السببية. ما أنت بنعمتي يعني ما أنت بسبب النعمة التي عندك وهي النبوة لست بمجنون. ما يصير النبوة مع شنو؟ مع الجنون. قد تقول لي إنزين هذا هو القرآن يتحجى، هذا الكافر خب ما عنده إيمان بالقرآن. نعم الجواب صحيح، الجواب صحيح، سواء افترضت هذا يؤمن بالقرآن أو لا يؤمن بإيش؟ بالقرآن. لأنه عندما نتحدث مع هذا الذي لا يؤمن بالقرآن نقول له انظر إلى دليل النبوة. ما هو دليل نبوة نبينا محمد؟ دليل نبوته هو القرآن الكريم، هذا دليل النبوة. يعني رسول الله لما يقول أنا نبي شنو دليلك؟ قال جئتكم بهذه المعجزة وهو القرآن. نقول الآن دول الذين ينكرون نبوة النبي، نقول لهم تنكرون نبوة النبي، هو جاب دليل، أنت إما ترد الدليل ترد التحدي وإلا تحط في بوزك قطن وتسكت. الآن دول مثل عباد البقر، أخيرا طلعوا لنا دول الهندوس قاعدين يتهجمون على نبوة النبي، تهجمون على من؟ على رسول الله. أنت وين عقلك قاعد تعبد بقر تتبرك ببولها
وناس تتبرك بفيران وناس مدري، وين حظكم من الإنسانية ومن الفطرة السليمة حتى تجي تعترض على أرقى الأفكار في التوحيد والألوهية، على أرقى القوانين، على أرقى التشريعات، على أرقى الأخلاق، اجي يا أخي شنو اتعارضها؟ نقول ليه هو عنده سند على نبوته، انت تعال هذا السند يتحداك، يقول انت اذا تجيب آية مثل آياته بعدين تتكلم. هذا الآن التحدي من أيام رسول الله إلى يومك هذا. حاول البعض أن يأتي ببعض الخزعبلات يجيب آيات يتحدى، بس ما قدر، جابوا هرار هرج ومارج، مثل مثلا مسيلمة الكذاب وغيره، إلا أن أصلا ننزه المنبر عن ذكر هذه نعم الترهات. زين، إذن الجواب على ضوء التفسير الأول واضح، وإن كان هذا يحتاج إلى واسطة في الاستدلال، وهو أن يؤمن بنبوة النبي. نقول له نعم، دليل على نبوة النبي هو نفس الجواب، آمنت بنبوته أم لا؟ نقول له نفس الدليل على نبوة النبي، أن هذا الدليل يدل على أنه نبي وعلى أنه جاء بهذه المعجزة، فكيف تقول عنه مجنون؟ ما أنت بنعمة، يعني بسبب نعمة ربك وهي النبوة، بمجنون، إذ أن النبوة تقتضي إرشاد الناس من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الضلالة إلى الهدى، إخراجهم من العمى إلى البصيرة، وهذا كله يحتاج إلى واحد عاقل في قمة العقل. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول ما أنت بنعمة، النعمة واسعة ولا يراد بها خصوص النبوة، لا، ما أنت بنعمة ربك أعطاك تاريخا ناصعا، أعطاك سمعة حسنة، أعطاك أخلاقا جيدة، أعطاك أفكار حللت بها المعضلات والمشاكل، أعطاك منهج وشريعة، أعطاك فصاحة في اللسان منتهى الفصاحة، ولذلك قال عن نفسه أنا أفصح من نطق بالضاد غير أني من إيش؟ من قريش. أفصح من نطق، أبلغ من تكلم، وأوتي كما قال جوامع الكلم صلى الله عليه وآله، كما أنه أوتي فصل الخطاب، ولكن بعض الأحيان يقولون شنو علي أوتي فصل الخطاب ورسول الله أوتي شنو جوامع الكلم. هذه جوامع الكلم لوحدها واحد ألف فيها كتاب، جوامع الكلم اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، إذن أوتي أشياء ونعم كثيرة، أعطي نعم عظيمة، رحمة تستوعب جميع الناس العالم كله، أعطي أخلاق دماثة في الخلق يعفو بشكل لا يمكن لأحد أن يكون مثله، يعفو عن الناس، كريم إلى درجة لما شخص سحب من عليه رداءه حتى أثر الرداء في رقبة النبي، كان يقسم غنائم فقال لي أعطني وهذا من حقي، فقال له ائتني بردائي ويلك، فإنه لو كان عدد هذا الوادي وعدد هذه العظات، يعني الشجر الكثير الزرع الكثير، كان عدده شياط لأعطيتك وما بخلت. يعني شلون أنا عندي كل هذه الدنيا أعطيك إياها ولا أبخل عليك؟ هذه السيرة إلا ما أحد يناقش فيها، ما أحد يناقش في أخلاقه، ما أحد يناقش في سيرته، وكان يسمى من قريش بالصادق الأمين، هذا الذي حلل لهم المشكلة عندما تنازعوا ماذا يصنعون بالحجر الأسعد، من الذي يرفعه عند بناء الكعبة.
فاهتدى مباشرة رسول الله، هو اللي حكم بينهم، وضع رداءه، أخذ الحجر وضعه في الرداء، قال كل قبيلة تجيب لها نفر يمثلها يحمل طرف من الرداء، وانشال ورد رجعها كذا. هذا صاحب هذه الفكرة، حتى أن شخص ألف كتابا في عبقرية محمد، اللهم صل وسلم محمد. ومنهم الكاتب الأديب المصري عباس العقاد الذي له كتب في عبقرية كثير من الرجالات، منها عبقرية رسول الله، عبقرية علي بن أبي طالب، وذكر غيره أيضا. هذا ما يمكن تقول لي مجنون، هذا النضج. ها القرآن إذا يجاوب بشكل واقعي يقول روح طالع تاريخه، روح انظر في أخلاقه، انظر في ما ينقل عنه. الآن تذكر بعض الأمور السيئة عن رسول الله في التاريخ من أعدائه، بس كثير من أعدائه يشهدون له بالسيرة العطرة الناصعة. حتى أبو سفيان لما كان عند ملك الفرس أو ملك الروم وأراد شنو أن يخفي، بس خشية لما سأله عن الرجل اللي خرج في مكة، هذا الرجل اللي هو رسول الله وعنده دين جديد، قال يعني شنو أخلاقه شنو نسبه، أراد بس خشية أنه غيرهم الناس العرب الموجودين وياه يقولون للملك هذا يكذب، فاضطر إلى أن شنو يقول الحقيقة، فذكر تاريخ رسول الله ومدحه صلى الله عليه وآله، هذا وهو يحاربه. فهذا طريق، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا يجاوب على من؟ على هؤلاء. بعد من ضمن الأمور التي ينقلها القرآن هنا مسألة المداهنة مع أعداء رسول الله. قال ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فإيش؟ فيدهنوا. الدهن يعني التليين، من الدهن يعني السم، تليين الشيء. فهو يريد يقول انت هؤلاء ودوا لو أنك تداهنهم، المداهنة أخذت من هذا، تداهنهم يعني تتسامح ولو على غش، تغشهم وغشونك، يقولون لك هذا نقبل به وهذا ما نقبل به، وهم ما يقبلون بكل ما عندك، يصير نوع من المساومة بعبارتنا. هذا الذي تحدث عنه في سورة الواقعة، فقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم شنو تكذبون. زين، ودوا لو تدهنوا، لا تطع المكذبين، يعني هؤلاء كذابين، ما عندهم إيمان بأفكارك، ما عندهم نية صادقة في أن يتعاملوا معك، ولكن شنو هذه للمداهنة، المرونة السياسية مثلا وما أشبه ذلك، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. هنا لا يمكن المساومة على المبادئ، تقول والله هذه القدس القبلة الأولى بنعطيكم إياها وانتوا كفوا شركم عنا مثلا، يعني لا ما يصير، هذه القدس لله، أعطاها لمن؟ أعطاها للعباد الصالحين، مسجد مقدس، هذا المسجد المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يكون لمن؟ يكون للمسلمين، هم العباد الصالحون، هم الذين يؤمنون بالله. ما يصير مثلا مسجد والله على الطريق خلنا نهدمه لأنه لمصلحة الناس، هذا أصلا المبادئ ما يتكلمون فيها، أنت تساوم في الأشياء، مرونة في الأشياء الدنيوية، أما الأشياء الدينية ما لك حق تعتدي عليها، ما لك حق تعطيها، تعطي ما ليس لك، لا المؤمن ولا غير المؤمن، لا الفاسق ولا الملتزم، لا القوي ولا الضعيف، هذا شيء بيد الله، ليس للناس دخل فيه. يعني ما يصير واحد يجي يغير الدين، هذا
يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. من هنا نعرف اليوم هذه اللي يدعو إلى التسامح الديني، يوجد دعوة ذات شفرتين، وجه منها خلاب جذاب، وجه منها لا. يقول لك هذا احنا أهل التسامح، المؤمن متسامح سمح، نتسامح فيه. وهذا ما يطرحه العلمانيون، قالوا احنا نستبدل قضية الدين بالأفكار الوضعية لأنها تدعو للتسامح، الدين يدعو للتعصب لأفكار معينة. ها فاحنا حتى الدين، حتى القضايا الدينية نتسامح فيها. احنا نقول لا، تسامح مبدأ أخلاقي الدين يؤكده يدعو له، كالعفو عن المجرمين إذا تابوا، العفو عن المذنبين، العفو عند المقدرة وما أشبه ذلك. العفو هذا مبدأ أخلاقي، أما أنك تتسامح هذا تسامح في الدين، يعني هذا معناه تعتقد بأفكار خطأ وإنت تعلم أنها شنو خطأ. أنت تتبع في المعرفة، تتبع الدليل، تتبع البرهان، إن كان هناك برهان تأخذ به. ما المسألة ليست مربوطة بإيش؟ بالتسامح الأخلاقي. هذا نفسه يأكده ودوا، يعني أحبوا دول الكفار، دول المشركين، منهم الوليد إلا أكد عليه في الآيات بعد هذه الآيات. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أن كان ذا مال إلى آخره. هذا في الوليد، هذا يقول هم لا طيعة، يحلف كذاب، حلاف كثرة الحلف في الدين وفي غير الدين وهو كاذب، بالأوصاف اللي وصفها وصف وصف. هذا وظيفة التفسير، أن يكشف عنها الأوصاف التي ذكرت، يطول المقام بها. بس أساسا شنو هذا الوليد؟ في الواقع هو الذي وزع المسؤوليات، هو أحد المقتسمين اللي تحدث عنه القرآن الكريم في سورة الحج. أنزلنا على من؟ على المقتسمين. من هم؟ الذين جعلوا القرآن عظيم. بعد ثلاث آيات منها يقول إنا، يرجع إليه، إنا كفيناك المستهزئين. هذا الوليد جمع قريش، قال لهم بكرة الناس تجي تحج وهذا الرجل يستقبلهم يعرض دينه، يعني ويسألونكم الناس عنه، فما تقولون؟ فاتفقوا على أنه أول واحد تكلم قال أبو جهل، قال نقول عنه أنه مجنون. قال أبو لهب نقول عنه أنه شاعر. قال شخص آخر ابن أبي معيط نقول عنه كاهن. قال هذا اللعين نقول عنه شنو؟ ساحر، نقول عنه ساحر، هو هذا اللي جمعهم وكان شخصية من بينهم. قال اختار 16 رجل وزعهم وقسمهم، قال على العقاب، يعني على كل عقبة، عقاب جمع عقبة، على كل عقبة موجودة نجعل 4، 4 يقولون أنه ساحر، 4 يقولون أنه مجنون، 4 يقولون أنه شاعر، 4 يقولون أنه أساطير الأولين، وهكذا على كل مكان نخلي 4. دول المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني أجزاء، خلوا القرآن مجزأ، بعضه شعر، بعضه شنو مثلا أساطير، بعضه سحر، بعضه كهانة، بعضه جنون. هذول المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. وكان معهم هذا المستهزئ، 17 صاروا يعني مع الوليد نفسه. وهؤلاء كلهم تعهد الله بأن يكفي رسول الله منهم ومن شرهم،
وبالفعل راحوا منهم مثلا الوليد. الوليد هذا قتله الله سبحانه، والقرآن في سورة المدثر عرض تاريخه وعرض تفكيره وتقديره وكيف الله قتل أيضا. هذا خرج من المسجد وكان يهزأ برسول الله. أثناء خروجه من المسجد وإذا به، نعم وإذا به صيب شيء بسيط في رجله فيجرحه في أصبع رجله، يروح البيت هذا الدم يسيل ما يوقف، حتى في الليل سال كل دمه، دماء كثيرة سالت منه. قالت ابنته: ما هذا الذي يجري في الأرض؟ قال لها يا بني، قالت: إن وكاء القربة لعله كان مفتوح، يعني القربة سال ماءها. قال لها: يا بني إنه دماء أبيك. وهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هذا أحد المستهزئين. بعضهم مثلا ذاك الذي كان يقلد مشية رسول الله من بني أمية، قال له: كن كذلك، يعني كما أنت تقلد. كان فأصابته الرعشة والنفض، بقى طول حياته ينتفض ويرتعش إلى أن هلك. وهكذا مذكور في تاريخهم المستهزئين الذين أهلكهم الله. هذا رجوع إلى قضية ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، هذا قسم، هذا يشرح تاريخ النبي. أمر آخر يشرحه، قال له: فاصبر لحكم ربك، في آخر السورة، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. زين، هذا يقول طبعا بدأ به، هذا هم نفس اللي بدأنا به، قلنا أن القرآن يبدأ بشيء ويختم بنفس الشيء، هذا هم أيضا في آخر السورة ترى: ولا تكن كصاحب، واصبر لحكم ربك، إلى أن قال: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس. بداية السورة قال: نون والقلم وما يسطر. نون يعني الحوت، يعني السمكة. أقسم بها على صفات النبي وعلى تاريخ النبي، ثم ذكر الشيء في الأخير، قال: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني النون، لأنه قال في آية أخرى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى آخر. هذا يقول الآن لرسول الله: فاصبر لحكم ربك، يعني على أذية قريش لما بلغت الرسالة، اصبر لحكم الله، ولا تكن كيونس الذي دعا على قومه. لما استشار العالم واستشار العابد، العالم قال لي: ابقى بهم، ارشدهم، اصبر عليهم. لكن العابد شنو قال لي؟ اهلكهم، ادعوا عليهم اهلكهم، الله يهلكهم، جننونا ذولا، كل يوم تدعوهم وما حد منهم قاعد يؤمن، ادعوا عليهم بالهلاك. فسمع كلام العابد ولاحت في الواقع تباشير الغضب الإلهي، ولكن قالوا للعالم: شنو نسوي؟ ندموا في الأخير، فالله رفع عنهم شنو؟ العذاب. على كل حال يقول لي: لا تستعجل عليهم الآن، من واحد يا أخي يسوي لك شيء مباشرة تدعو عليه، ما يصير، يكون نوعا ما تصبر. احنا متعودين، هو مثلا هو ايش سوى اليه؟ سوى اليه فقط، عانده، ما جاب ذاك اليوم الشيء اللي يريده، او تاخر في امر ابي، هو هذا سيده يدعو عليه او الام تدعو عليه، الله يهلك، والله شنو
جد عاون له ما يبقى ملك إلا يكون يشتغل لفعل هذا الداعي، يكون ينقص من عمره، يكون ما يوافقه، ما يجيب له أولاد، أو يجيب له أولاد يعاندون أزيد مما ها هو يعاندهم، لا يكون شوي تريث. هنا درس عظيم يقول: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني غضبان نادى وهو، أو في تفسير آخر مغموم، اختنق بالغم للذي جرى، ولولا أن تداركه نعمة من ربه توبة، وكان يسبح في بطن الحوت، ولولا أن تداركه من نعمة من ربه لنبذ بالعراء، يعني مكان غير مظلل، وهو شنو في حال أنه مذموم، يعني لم ينبذ بالعراء وهو مذموم بفعل توبته، بفعل ما قام به. والمقصود التوبة ليس عن ذنب، يعني عن معصية، وإنما عن ترك الأولى والأرجاح، وهذا ما بينه الإمام الرضا في رواية يطول شرحها. أخيرا قال أن للرسول أجر في الآية التي بعد آيتنا التي صدرنا بها المجلس، قال: وإن لك لأجرا غير شنو ممنون. هذا هم في سياق التعزية لرسول الله، يعزي بما جرى عليه من مصائب، من تهم، من أشياء كثيرة من هؤلاء الذين قلنا اقتسموا الشر على رسول الله، على كل مكان خلوا ناس تبلغ أن هذا مجنون، أن هذا ساحر، أن هذا كذا كذا. قال: يا رسول الله، احنا راح نعطيك أجر، هذا الأجر غير ممنون. يعني شنو غير ممنون؟ تفسير الأول لعله البعض يفسرها، احنا نشير إليه فقط، أنه غير ممنون يعني مثل ما نقول احنا لا تمن علي، سويت لي هالشي بعد حقوي كل يوم تذكرني به، لا تمن. المن بمعنى تنغيص وتكذير النعمة بذكرها، أنه هذا شخص يسوي شيء ويمن على الناس، يمن، هذا المعنى العرفي يعني اللي احنا نفهمه، وهو قضية تكدير الجميل اللي صنعه، يكدر ويثقل الجميل اللي صنعه بالقول، هذا طبعا أخلاقيا مذموم، وهو أحد المعاني اللي استخدم القرآن النهي عنها. قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن، هو هذا اللي نتكلم عنه، بالمن والأذى. وفي عدة آيات، يعني هذه آية من تلك الآيات، هذا تفسير يقول: إن لك لأجرا غير ممنون، يعني الله ما راح يمن عليك، ما راح يكدر النعمة اللي أعطاك إياها. يوجد تفسير ثاني وهو الأوفاق، يختار المفسرون، مفسروا مدرسة أهل البيت، وهو أن يراد غير مقطوع، لأن معنى المن ومن هو القطع، يعني تقول مثلا في اللغة يقولون هكذا: منه السير منة، يعني قطعه وأهلكه، بعد ما صار عنده قوة يمشي. فيقول غير ممنون يعني غير مقطوع، لا يؤدي إلى أن يكون مقطوعا، وهذا نفهمه في إطارين في القرآن: الإطار الأول ما يقوله في الإطار العام بالشكل العام، أن نعم الله طبعا لها كثيرة، نعم الله يعني بالنسبة لرسول الله بالذات الأجر ماله كثير، وصف الأجر بأنه أجر كريم، أجر حسن، وصفه أجر غير ممنون. بس أحد أشكاله في إطار العام ما قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اللي عندكم ينتهي يروح، الأجر اللي عند الله باقي، فإذا هو غير مقطوع يعني غير ناقص، ومو إليه زمن محدد بل كامل ممتد تام.
فهو باق. هذا في الإطار العام أجر الله، كذلك أجر النبي هم أيضا من هذا. عندنا إطار خاص لهذا الأجر عبر عنه القرآن، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا اللي تكلم وللآخرة خير لك من الأولى، في ضمن هذا السياق يقول الإطار الخاص إن الله راح يعطيك وترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن هنا قال في لحظاته الأخيرة مثل هذه الليلة، وهو يودع عياله، يودع أهله، يودع نساءه، بعد ذلك تفرغ لخصوص فاطمة ولخصوص علي ولخصوص الحسن والحسين، أشار إلى هذا اللي الآن ذكر أنه سأل الله فأعطاه ما يريد، أعطاه، سأله أشياء منها أنه سأل أمورا كثيرة لفاطمة ولعلي كما قال لهما ولقد سألت الله لك ولها فأعطاني الله، في أثناء ما يوصي رسول الله، كما ينقل موسى بن جعفر عن أبيه، يعني جعفر بن محمد عن أبيه يعني الباقر، سأل هذا السؤال أنه ماذا كان بعد خروج الملائكة عن رسول الله، الملائكة جت تودع رسول الله، فينق نازل وفينق شنو مرتفع، جماعة نازلة وجماعة مرتفعة، بعد هذا يسأل أباه ما الذي حصل، فقال قال رسول الله لأم سلمة اغلق الباب ولا تدعي أحدا يدخل علي، ونادى عليا وفاطمة والحسن والحسين، ففعلت أم سلمة وقفت على الباب أغلقته ما حد يدخل على رسول الله، فلما جاءت فاطمة أخذ بيدها وضعها على صدره وأخذ يد علي باليد الأخرى وبكى، يقول الإمام بكاء شديدا، رسول الله بكى بكاء شديدا، أراد يتكلم ما قدر يتكلم، اختنق بعبرته فبكى بكاء شديدا. فلما رأت فاطمة الزهراء أباها بتلك الحالة قالت يا أبتا أحرقت قلبي، قطعت قلبي وأحرقت كبدي ببكائك، وأكبت على أبيها باكية كذلك صنع أمير المؤمنين وصنع الحسنان، أصبحت الدار تضج بالبكاء بكاء الخمسة الأنوار، بكاء رسول الله وبكاء فاطمة وعلي والحسن والحسين. عند ذلك لما رأى النبي حرك رأسه أخذ يد فاطمة ووضعها في يد أمير المؤمنين، بعد أن قبل فاطمة في وجهها قال له يا علي هذه أمانتي عندك يا أبا الحسن، ولقد أوصيتها بوصايا جاء بها جبرائيل فافعل ما تأمرك به يا علي، واعلم يا أبا الحسن أن الله يرضى من رضيت عنه فاطمة ولا يرضى لمن لا ترضى عنه فاطمة. ما زال رسول الله يوصي بتلك الوصايا
هذا وفاطمة تنظر إلى أبيها بتلك الحالة، نادت وأبتا إلى جبرائيل ينعاه، وأبتاه جنان الفردوس مواه، وأبتاه أجاب رب ناداه، لغمض عيون وشيل وساد يا أبو حسين والله قطع قلبي، هل مسج بلوني غربت عيني يا ابن عمي دس بليدي، شوف يدير العين لنا ومدد ايدي، وجبريل ينعاوي الفلاك متعطل عليه، والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي، يا ويلي يا ويلي لازم يا بنت اليوم عزك تفقدينا، وثوب المصايب بعد عيني تلبسينا، ومنك يكسرون العدا بالباب، نادت دمع العين فوق الخد سجا، إن كان ضلعي يكسرون أبصاير الباب، وصل وصل كرار بي واصل أصحاب، لا حد علي يجتري يا قرة، لهذا الحسن مشعوب قلبه من يجبره، وهذا الشهيد حسين يا هشيم من أحرار، وياه بعد عيناياك يحط فوق صدره، ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصف، قالها يا زهره جان تجرعتي المنيه، جابك يا زهرة لا تشقينا عليا، يا ويلي يا ويلي وصد للحسن ومدامعة بخده جرية، شاف الحزن نحى العظام موقر، لن واحد خلف الباب يتخفى بكلامه، ينادي يا أهل بيت النبوة، لن واحد خلف الباب يتخفى بكلامه، ينادي يا أهل بيت النبوة، بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة، أطلب الرخصة من النبي نور دل، يا ويلي يا ويلي هذا الذي ما يهاب من حاجي ببوا، يوم الحسن هذا الانفا وشبحت الزهرة على رسول الله باليده، يا ويلي لنوحي
لأبو القاسم ترى يستاهل النوم. نوحي لأبو القاسم ترى يستاهل النوم. هذا أبو آدم وأبو حواء وأبو نوح والفخر للسابق وفخر الجسد بره. لولاه ما تمت لهم صورة المعدو إلا نوح على اللي شهري باسمي تشهر شهر باسمك مثل الشمس يا زهراء وأظهر حتى أولادك في رباهم تبى تعب وسهر ويقول فاطم بضعتي وأولادها الحو إلا جتيك يا زهر اليوم أمي المصايب يوم غدا حيدر وسط الثرى غار